بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. غرس اليوم: أن تجعل المسجد شعارا لك، اجعل المسجد مرتعا لك في كل مكان أينما كنت. قد يكون المسجد بيتك، قد يكون المسجد مكان عملك، قد يكون المسجد منطقتك التي تسكن فيها. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن تكون حياتك ونمط معيشتك كأنك في المسجد أينما كنت. فالذي يكون في المسجد لا يتصور أن يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل يحاول أن يكون وفق شرع الله، وفق سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. تعال معي نجعل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا وهو يبني المسجد في أول وهلة عندما وصل إلى المدينة المنورة. ماذا عنا ذلك للمسلمين؟ ماذا عنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدما بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار وأصلح حال المجتمع هناك، وقام بنشر رسالة الإسلام إلى ربوع العالم. هكذا هو المسجد يجعلك تنطلق أيها المسلم. فمن الآن اجعل شعار المسجد غرسا في نفسك لكي تكون من الفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله.